جديد بقى البرامج الاذاعيه. في مجموعه اذاعات خاصه وعامه نزلت كتير قوي بسمعهم وانا في العربيه، قلت خير اللهم اجعله خير يا رب، الاذاعه ترجع لمجدها القديم ويبقى لها دور تاني في تثقيف الناس وتنويرهم يا رب، يعملوا برامج كده زي زمان. ده احنا تثقفنا من البرامج دي والله العظيم، زياره لمكتبه فلان، بابا شارو، ابله فضيله، لغتنا الجميله، الف ليله وليله، ساعه لقلبك، حفلات ام كلثوم، وقال الفيلسوف الى ربات البيوت كلمتين وبس. قلت يمكن ترجع الحاجات دي. بدات اسمع المحطات الجديده دي الساعه 1 بالليل كده وانا سايق وبلم الاجره من الركاب. ايه وانا سايق دي مش وانا راكب العربيه وبقلب في المحطات كده، سمعت برنامج على نجوم اف ام اسمه ايه، والله العظيم ما هتصدقوا، مش هتصدقوا ان في برنامج اسمه كده. البرنامج اسمه ايه؟ يبقى تعالى بالليل. أو المصحف. اه والله العظيم. يبقى تعالى بالليل. اجي بالليل ايه؟ وبيقدم مذيع اسمه، والله مذيع اسمه ايهاب صالح. وكل شويه يقول ابقى تعالى لي بالليل. انا سالت نفسي هو عايزني اجي بالليل ليه مش فاهم. والله يمكن يعني يكون بيبيع لمض موفره ولا حاجه. وبدا البرنامج لقيت المذيع مساء الفل على كل اللي بيسمعونا، النهارده هنفتح الاتصالات ومش هكلم غير الناس اللي رايحه منهم. اللي رايحه منهم هي ايه لا مؤاخذه اللي رايحه؟ مش فاهم. قلت لا ده انا لازم اسمع اللي رايحه منهم دول في ايه. شويه ولقيته بيقول لي ومعانا اتصال، مين معانا؟ لقيت دماغ داخله بقى، واحد بقى بدماغ كده وبمنتهى. قال له مساء الخير. قال له مين معانا؟ قال له كريم سوستة يا بوب. كريم سوستة؟ انا حسيت العربيه بتعمل بيها كده والله. راح ردد المذيع كريم سوستة شقيق البرنامج، شكلها رايحه منك النهارده يا كريم. قال له لا دي مش رايحه يا صاحبي، دي مسافره. مسافره؟ المذيع قال له جاهز لسؤال الحلقه؟ قال له طبعا جاهز، امال بكلمك ليه بالليل انا؟ قلت ماشي حلو، يمكن البرنامج يطلع له مضمون. برنامج فيه اسئله معلومات ثقافيه. سمعت السؤال الاولاني لقيت المذيع بيقول له عاوز اعرف اغنيه اه لو لعبت يا زهر. قال له اه عارفها. قال له لو الزهر لعب معاك يا كريم هتعمل ايه؟ قال له والله على حسب المكان اللي هيلعب فيه. اول مصحف. اول مصحف. اذاعه؟ دي الاذاعه؟ احنا ضعنا، احنا انتهينا. ايه يا جدعان اللي بيحصل؟ يا لهوي ياما وصلنا كده في الاذاعات، يعني معقوله وصلنا له ايه اللي وصلنا له ده؟ وفلوس واه لو لعبت يا زهر يلعب. والله انا حزين على الشباب الصغير المغيب ده والله، اللي ملهوش لا هدف ولا قضيه، وكتير منهم مع الاسف ما عندهمش انتماء لبلده ولا حاسس بمشاكلها، مع ان السن الصغير ده يا جماعه ده فيه ناس عباقره فيه والله. احنا ناخد الناس دي بس نهتم بيها، السن ده بيظهر فيه العبقريات كلها، واحنا شبابنا كله والله زي الورد، لماح وفاهم وذكي، عايز بس اللي ياخد بايده ويفهمه ويوعيه، ما نسيبهمش كده.